كما قال الرئيس السيسي إنه تم خلال المشاورات متابعة تقدم محرز في مشروعات التعاون الثنائي. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية وتعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال. لقد تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وجهود افتتاح فرع بنك مصر التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، والذي نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثمار المصري في الصومال بما يحقق مصالح الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.